لا لا، هو بس على مود لا يكون احنا نتأزم ونرجع للأزمة والمربع الأول، انه عندنا معارضين داخل القبة التشريعية، المستقلين يعارضون على تغيير النظام، وأيضا لربما حقيبة التيار الصدري اللي احنا نتمنى ان تعود للحكومة ليكون استقرار اكثر واطمئنينة. اليوم يعني انت شاهد اليوم 7 مليون سكان بغداد العاصمة، يمثل اكثر من 3 مليون هم التيار الصدري او 4، اذن هذا اكثر من النصف. فكيف انت اليوم تقوم خدمات وتبني مشاريع اليوم وميزانية دولة وانت تنفرد بالقرار وحدك؟ احنا ما خلينا سيد مقتدى ورانا. شوف اليوم التيار الصدري يمثل 4 مليون من 7 في بغداد؟ طبعا اكيد، بس مدينة الصدر 80 قطاع وصارت 100 قطاع، يعني هسه ما يحتاج الى هذه، هذه مدينة الصدر فقط. هسه ما اجي لك على الكرخ ايش قد بي بعد من اتباع التيار الصدري، هذا احنا كله بدراسة موجود. كل اجتماع في الاطار، كل اجتماع وانا مسؤول عن كلامي، يطرح السيد محمد السوداني عودة ووضع التيار الصدري الى العوضة، تعويض انه يكون مقاعد اللي راحت من التيار الصدري ان تعوض وان يكون مشارك في الحكومة. ما عندهم اعتراض التيار الصدري، لكن مشكلة وين هنا؟ الانسحاب قانوني. يعني اليوم نقرأ لا لا، هو التيار الصدري هسه التيار الصدري التيار الصدري التيار هذه التغريدة لا ينبني عليها قرار. أنا خليني يوم قرار سيد مقتدى، هو قرار سيد مقتدى الآن التيار الصدري مستقبلا يرجع للعمل السياسي لو ما يرجع؟ لا، احنا نتحدث عن هذه الحكومة الآن. هسه هذه الحكومة أنا أقول لك بها جزء من التيار الصدري. جزء؟ نعم. وين هذا الجزء؟ الجزء في وزاراتك اليوم، في مدراء عامين اليوم. يعني خذوها من محصصة حكومة السوداني؟ اي طبعا. لا لا، انا اوضح لك سيدي. اسمح لي وجود هؤلاء. لا اسمح لي، لا وجود هؤلاء تتكلم. انا اليوم طبعا دخلت دائره، سالت على مدير الدائره. اليوم انا دخلت دائره ما اريد اطرق اسمها، احد دوائر الدوله طبعا، وابدا قابل المدير، فسالت يعني حقيقه هذا المدير منين؟ قالوا من من من, من التيار الصدري. زين، ورحت يعني استقبلني الرجل برحابه صدر، قلت لهم خاف اقول له من الاطار ما يخلصني معاملتي. قال لك هذه مواقع دولة.